مختلفة. خبر أشرف بن شرقي كان صح اللي حضرتك كتبته؟ كان ده كان هو ده هو راح وكان ومضى 3 نسخ من الاهلي وكان معاه نسخة رابعة. لا 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 تاني بس والنبي. هو راح الاهلي وكان ماضي على 3 نسخ والنسخة الرابعة كانت معاه. وكان مقترب جدا من الاهلي وكان موافق على 1.8 مليون يورو. لما الموضوع تصاعد بقى والاهلي 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 طبعا تروى في الاختيار طبعا، وطبعا له بقى يعني له لجان وله قواعد ولجنة اللجنة التخطيط أصلا التخطيط والكلام ده. لما الخبر انتشر أندية عربية دخلت. يعني أشرف بن شرقي وقع على 3 نسخ للمنظمة. أنا متأكد من دي، أنا متأكد من دي حتى لو هو نفى أنا متأكد. ما تقوليش لا انا متاكد طبعا. انا بقول لك انا لا اشكك في معلومه حضرتك. وبعدين فيما يخص النادي الاهلي كمان. لا عايز اقول لا انا عارفها من بره النادي الاهلي وهحكي لك قصه تانية كمان. طب هقول لك قصه تانية كده. رئيس نادي مصري قال له لو الاهلي مقصر معاك في فلوس انا هدفع لك الفلوس. ايه رايك بقى؟ رئيس نادي في الدوري قال له قسما بالله العظيم رئيس نادي في الدوري قال له لو انت ناقصك فلوس انا هدي لك فلوس بس روح الاهلي. هو كان ماضي. ايوه لا قال له بس روح الاهلي. لما حصل بقى التاخير في الكلام ده نطت بقى انديه عربيه الى اخره الى اخره. رئيس نادي وبعدين بعد كده رئيس نادي حالي 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 مش سابق. لا حالي مش رئيس نادي اسمه حسان. لا 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 طيب ماشي ادي واحد وبعدين بعد كده بقى اسمع بقى القصه الثانيه. اتفضل. هو كان خايف ان الزمالك وهو ماشي يعكسه. اسمع السر بقى ده. هو كان خايف ان هو ما يعرفش يمشي في الميعاد اللي المفروض يمشي فيه. ايه الخطه بقى اللي حطها؟ ايه؟ انه يخبط يعمل حادثه بالعربيه يتمسك معهوش اقامه يترحل. ايه رايك؟ فعلا؟ انا بقول لك الحقيقه اهو اللي ما حدش يعرفه. ايه رايك؟ واقول لك مع مين واتفق مع مين وقال على مين وكل حاجه. مع مين واتفق مع مين؟ كل حاجه انا عارف. ايوه قول لي. لا ما اقدرش اقول اسماء. لا ما عشان ناكد. لا يا بيه بص يعني بص 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 اتفضل. الكلام اللي بقول لك عليه ده كلام حقيقي. انا ما بشككش في حضرتك. وانا هقول لك بعديها مين اللي قال له ادفع لك 300,000 دولار وتقعد في الاهلي وانت مش هتتخيل. مش هتتخيل. رئيس نادي. حالي. حالي. يعني في ما مش هقول بقى بص في نص لا الجدول ولا في لا 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 ما لهاش علاقه. رئيس نادي حالي قال له ادفع لك 300,000 دولار طيب. ما عشان كده انا بقول لك ليه الاهلي. طب ايه اللي يخلي رئيس نادي حالي بيحب الاهلي بجنون؟ ما في ناس بتحب الاهلي بجنون انت مش ممكن تتخيل. رئيس نادي شعبي ولا نادي شركه؟ اي لا لا لا, لا. بص بص امشي معايا واحدة واحدة. لا ما لا بص 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 يا باشمهندس انا سايبك بص طول بص الحلقة بص بص مش هسيبك في نيش. هقول لك بعد الحلقة بعد الحلقة بشرفي هقول لك. ما خلاص انا عرفت. لا مش هتعرف. هو رئيس نادي شعبي. ممكن جارك. لا مش محمد المدينة. مش محمد المصلحي. لا مش مصلحي خالص نهائيا. خلاص يبقى احنا برأنا مصلحي. لا 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 اللي بحكي لي ستك ده وقاعد. انا عارف اللي بحكي لي ستك طيب الناس بقى اللي بتقول لك ايه ان انا قلت كذا وما عملش. طيب الاهلي كان رئيس نادي حالي جديد. ثانيه واحده. رئيس نادي حالي جديد. لا 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 مش هقول. لا 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 مش هقول. بص هقول لك حاجه دلوقتي. لما انا قلت مثلا على الناس بتوع الجيش طب ما الاهلي كان عايز الناس بتوع الجيش. لما انا قلت على ابراهيم عادل طب ما الاهلي كان عايز ابراهيم عادل.